أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعٌ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين الذين صبروا بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا أجر العاملين يا رب يا رب نعم أجر نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر
ليقولن فأحيا
فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله ولئن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها
الحب ذو العصف والريحان والسماء والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا يا ربنا فيمن توليت اللهم إنا نسألك عيشة السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم بارك في هذا الجمع المبارك وأدم عليهم نعمك يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفاتحة